انطلقت فعاليات بطولة الرماية العسكرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشملت فعاليات اليوم تدريبات رماية ميدانية بالميدان الإلكتروني بقوة دفاع البحرين بمشاركة فرق المنتخبات العسكرية المشاركة في بطولة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وقد أجريت يوم أمس قرعة البطولة لكل مسابقة على حدة بحضور رؤساء الوفود والمشاركة، وشهدت التدريبات على رفع مستوى الاستعداد باستخدام الذخيرة الحية وتطبيق مبدأ الواقعية والجدية في التنفيذ للخوض في غمار البطولة وبلوغ الأدوار النهائية للحصول على المراكز الأولى. من المقرر أن تبدأ يوم غد الثلاثاء تصفيات البطولة في أجواء تنافسية عالية تعكس روح التعاون والإخاء بين القوات المسلحة لدول الخليج العربية، وذلك بتنظيم وإدارة الاتحاد الرياضي العسكري بقوة دفاع البحرين. تأتي هذه الاستضافة لهذه البطولة تأكيدا على الأهمية وأهمية الاستمرار بالمشاركة وتنظيم البطولات الرياضية التي من شأنها تطوير مستوى اللياقة البدنية للكوادر العسكرية، وترجمة لتوجيهات قوة دفاع البحرين للمساهمة في إبراز موقع البحرين الريادي على خارطة تنظيم المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، كما توضح دعم قوة دفاع البحرين لعنصر الرياضة العسكرية ودورها في التواصل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جو من المحبة والألفة بينهم. تستضيف مملكة البحرين في هذه البطولة الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيدا على أهمية توحيد الرؤى والمواقف والنشاطات والسعي لتطوير الرياضة العسكرية في القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إقامة البطولات والمسابقات تمثيلا للتلاحم والتعاضد بين من خلال هذا الحدث الرياضي الكبير. وضعنا أربع مسابقات، مسابقة إسقاط الصحون البندقية على مسافة 200 متر، ومسابقة إسقاط الصحون الرشيش الـ MB5 40 متر، ومسابقة إسقاط الصحون للمسدس 9 ملي مسافة 20 متر، ومسابقة المحارب الله يسلمك. هذه اللعبة يعني قد ما نقدر نصعبها، في مسابقة للضباط وفي مسابقة للأفراد، وابتدينا تدريب من اليوم وباكر تصفيات ان شاء الله، ويوم الختام يوم الاربعاء باذن الله، والله يوفق الجميع. حقيقه البطوله من اهم البطولات في دول مجلس التعاون الخليجي، تساهم ايضا في الجاهزيه القتاليه لدول مجلس التعاون، تعطي الجندي الجاهزيه والثبات والاستعداد لخوض المعارك، وايضا تبين الاحتراف اللي وصلت عليه دول مجلس التعاون. طبعا اعتقد بطولة الرماية تصب في طبعا روابط الأخوة وتعزز الروابط والعلاقات بيننا كدول مجلس التعاون. طبعا مستوى البطولة اعتقد لحد الآن ما حد يقدر يحدد، ولكن اعتقد ان جميع الفرق مستعدة للبطولة هذه، اتمنى انها تظهر بمظهر مشرف كبطولة اولى. ولا ننسى ان الرماية طبعا من أساسيات القوات المسلحة بشكل عام، فأعتقد يعني الإخوان في البحرين راح يكون تنظيمهم أيضا تحكيمهم لهذه البطولة بشكل إيجابي كبداية، وراح تحسب لهم طبعا، ونتمنى لهم التوفيق، ونشكر طبعا الإخوان في البحرين على حسن الاستضافة والاستقبال، وإحنا الأخير في بلدنا طبعا في بلدنا الثاني، ونتمنى لكم التوفيق ولجميع الفرق المشاركة التوفيق إن شاء الله. نشكر مملكة البحرين الشقيقة على استضافتها بطولة الرماية العسكرية الأولى، والتي تعد انطلاقة لمسابقات قادمة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، ونتمنى لباقي الفرق المشاركة إن شاء الله التوفيق في هذه المسابقة. مستوى البطولة يعني واضح أنه جدا مرتفع ممتاز، ولحد الآن يعني كون البطولة الأولى مستوى الفرق تقريبا غير معروف، وراح يبين إن شاء الله وقت البطولة، واتمنى التوفيق للفرق كاملة ودول الشقيقة إن شاء الله في هذه البطولة.